أهلا بكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، من جديد في الحصة الثالثة من مكون الاستماع والتحدث، والتي كان عنوانها عدنان والبهلوان. والآن أدعوكم أحبائي إلى الاستماع من جديد إلى الحكاية. حكاية عدنان والبهلوان. كان يا مكان، كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان، يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان، يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال، فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار، فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان من الطفل مبتسما، وقام أمامه بحركة أضحكته، ثم صافحه وقال له: أتسمح لي بالجلوس قربك؟ أجاب الطفل: تفضل. قال البهلوان: أنا البهلوان. أجاب الطفل: مرحبا، وأنا عدنان. قال البهلوان: تشرفت بمعرفتك، قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكله الرقمان 1 و1؟ قال عدنان: 2. قال البهلوان ضاحكا: لا، بل 11. أجاب عدنان مستغربا: ماذا؟ قال البهلوان: أنا قلت لك 1 و1، أي 1 بجانب 1، وليس 1 زائد 1. ضحك الاثنان، وقال عدنان للبهلوان: عندي لك طلب. قال البهلوان: اطلب ما تريد يا عدنان. قال عدنان: أتلعب معي؟ أجاب البهلوان: ولما أنا هنا، سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. أجاب عدنان: فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني. بعد أن استمعتم أعزائي إلى الحكاية، سنمر إلى استخراج بنيتها السردية. إذن ما هي في نظركم بداية هذه الحكاية؟ أحسنتم، البداية أحبائي تبدأ من كان يا مكان، وتنتهي بجملة يعزف عليه أعذب الألحان. والآن سوف نمر إلى تحديد جملة بداية ونهاية توالي الأحداث، وهي كالتالي: وتبدأ من جملة كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية، إلى كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. أما الآن أعزائي، فسوف نمر إلى المشكل، والمشكل في هذه الحكاية يبدأ من دنا البهلوان من الطفل مبتسما، إلى وليس 1 زائد 1. والآن سنمر إلى تحديد جملة بداية ونهاية الحل والنهاية، وتبدأ من ضحك الاثنان، إلى هيا بنا نلعب ونغني. وهكذا نكون قد حددنا بنية الحكاية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.